المجال الرياضي والمجال التراثي من خلال تقديم الدعم لهجن أصحاب السمو الشيوخ في انطلاقات هذا المهرجان والتي تنتهي فعالياته في مساء هذا اليوم. مشاهدين الكرام آملين أن نلتقي بكم ودائما في احتفالات الدولة واحتفالات الهجنة العربية الأصيلة. شكرا سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم على هذا الدعم وهذا التواصل. نسير بحضراتكم مشاهدين الكرام إلى مسار الشوط ومقدمة الأداء الأول لهذه المنافسة الشيقة والبداية الأولى. المركز الأول هجنة العاصفة، هجنة العاصفة على بداية هذا الشوط والمقدمة حتى هذه اللحظات. غناتي هناك تسير إلى المركز الأول معلنة الافتتاح لهذه الانطلاقة وهذا الشوط مع هجن العاصفة ومع الواثق حمد بن راشد بن غدير. بينما المركز الثاني نسير لنتابع المركز الثاني في هذه اللحظات وهي تتواجد غزلان لهجن الرياسة بينما في تضميرها حمد بن أحمد بن مايد الخيالي من يتابع عملية الانطلاق والتواصل والتضمير في هذه الانطلاقة. نتابع المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء والمراكز المتقدمة في هذا اللقاء. المركز الثالث هناك تواجد شعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم حيث تواصل هذا الأداء مع الانطلاقة والتحدي وانطلاقة غلا بينما في تضميرها مع مسري بن سالم بالعرطي الحميري. النقلة التالية على المركز الرابع هناك تواجد لمحة لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم المضمن محمد بن مسفر بالقوبع من يتابع هذه الانطلاقة. أما المركز الخامس، المركز الخامس هنا هجن لفتة تتواجد في المركز الخامس لهجن الرئاسة أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء. هناك تواجد من خلال تواجد فتنة مع المضمر حمد بن أحمد بن مايد الخيالي حيث غير وسار إلى المركز الخامس في هذا التواصل. المركز السادس ننتقل إلى المتحدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعلي بن راشد محمد بن غدير في عملية التضمير والتدريب. أما المركز السابع فنقلة تالية إلى شودة في هذه اللحظات لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم وغانب بن مسفر بالقوبع في عملية التضمير والتدريب على المركز السابع. بينما المركز الثامن يتواجد هنا في هذه اللحظات شعار سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان ليقدم الخميسة في هذا الانطلاق والصادق فضل الأمين في عملية التضمير والتدريب. أما المركز التاسع تصل فيه السلام لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ناصية تحتل المركز التاسع بينما في التضمير الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي من سجل لقطة في هذا المساء مع تواجد هذه القمة ليهدي هذا الشعار ناموس يتجدد وناموس يتواصل مع الكبار. بينما المركز العاشر وصلت من خلاله ها هي فتنة لهجن الرئاسة حمد بن أحمد بن مايد الخيالي في عملية التضمير. ها هي النتيجة حتى هذه اللحظات للمراكز العشرة الأولى المتقدمة والتي سارت بمسار الكبار مسار الثمانية كيلومترات أيها الحبل الكريم مشاهدين الأعزاء. ولكن مع توجه هذا الشوط وتوجه الأنظار إلى البداية وإلى المراكز الأولى نجد هناك في المقدمة من خلال هذه اللحظات لا زالت الأمور مشاهدين الكرام تسير من صالح غناتي الهجنة العاصفة هي المتقدمة حتى هذه اللحظات والواثق حمد بن راشد بن غدير في متابعة مع تواجد غناتي على المركز الأول. لكن بمعية غناتي في هذه الانطلاقة وتواصلها هناك غزلان على المركز الثاني لهجنة الرئاسة والمضمر حمد بن أحمد بن مايد الخيلي أحد الشباب المضمرين والذين ينطلقون ليتابعون الجديد والجديد في هذا العالم المميز عالم سباقات الهجن والمليد دائما بالإثارة والتحدي في كل المشاركات. أما المركز الثالث نقلتنا مباشرة إلى غلا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم وفي التضمير يأتي مع الخبرة مسري بن سالم بالعرطي الحميري. أما المركز الرابع ها هي مشاهدي الأعزاء تتواجد حربة من هجن الرئاسة وحمد بن أحمد بن مايد الخيالي الذي ينضم كذلك لانطلاقة هذا الشوط وتواصله في مسار الشوط. أما المركز
المركز الخامس، المركز الخامس. ننتقل مباشرة إلى لمحة لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر والمتابع محمد بن مسفر بالقوبع اللي يسير حتى اللحظة في المركز الخامس. المتحدة تحتل المركز السادس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير قائد العمليات في الفرقة 11 التراثية. المركز السابع، المركز السابع ها هي مشاهدين الأعزاء، تصل شودة، شودة لتعزف الانشودة لناموس هذا الشوط لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم والمضمر غانم بن مسفر بالقوبع. بينما المركز الثامن هنا تصل ناصية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يضمرها الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. والمركز التاسع، المركز التاسع في فتنة لهجن الرياسة يضمرها حمد بن أحمد بن مايد الخيالي، وأكثر من خيار في هذه الانطلاقة عندك يا الخيالي. بينما المركز العاشر، المركز العاشر وصلت مذيار لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم المضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. ها هي النتيجة حتى هذه اللحظات، حتى هذه اللحظات أيها المشاهدين الأعزاء متقدمين يعني متابعين، نتابع بكل شغف بكل حب بكل إثارة، ولكن الإثارة تبقى في الصدارة، الإثارة تبقى في الصدارة بقيادة غناتي لمجريات وناموس هذا الشوط، مجريات وناموس هذا الشوط. هناك حتى اللحظة تتكلل بالنجاح، تتكلل بالنجاح هذه المهمة، المهمة اللي سارت من عشانها غناتي وانطلقت إلى المراكز الأولى يعني ابتعاد كلي عن بقية المراكز مع الواثق حمد بن راشد بن غدير. لكن هناك في المنافسة الأخرى تتواجد غزلان، تتواجد غزلان في الميدان. الله يا غزلان، غزلان الميدان هنا لهجر الرياسة، والمضمر حمد بن أحمد بن مايد الخيالي كذلك يقدم غزلان في هذه المنافسة. وهذه القوة المبدعة من خلال الانطلاقات وتواجد أكثر من انطلاقة وأكثر من اسم موجود في الشوط يعني دليل على قوة المنافس، قوة المنافس في كل مكان لكل من جد وجد وسار على الدرب بلا شك سيصل دائما نحو الطريق الصحيح. المركز الثالث، نسير إلى المركز الثالث وإلى غرة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، وهنا مسري بن سالم بالعرطي الحميري في التضمير. المركز الرابع، المركز الرابع وصلت من خلال حربة تتواجد المركز الرابع لهجن الرياسة وحمد بن أحمد بن مايد الخيالي في عملية التضمير والتدريب. نشوف المركز السادس الخامس، الخامس هناك حصل تغيير، حصل تغيير. ها هي شودة وصلت وخذت المركز الخامس لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعيد مكتوم، هذا الاسم العملاق الذي حقق الكثير من السيوف مع اسم شودة، مع اسم شودة بالفعل المضمر غانم بن مسفر بالقوبع تواجد في تضميرها. لكن فتنة الآن وصلت واحتلت المركز السادس، فتنة لهجن الرياسة. الله هذا الاسم كذلك اسم عملاق توثق مع هجن الرياسة وحقق العديد من الانتصارات ومنها كذلك بيرق الناموس بالفعل. هنا تتواجد فتنة لهجن الرياسة حمد بن أحمد بن مايد الخيالي في عملية التضمير على المركز السادس. المركز السابع وصلت الآن ناصية، تقدمت مشاهدين الكرام في مدرج هذا الشوط مع اللي اسمه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، بينما يضمرها الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. هكذا هي النتيجة أيها الحبل الكريم مشاهدين الأعزاء. حتى هذه اللحظات أجواء الشوط، أجواء المنافسة، أجواء التحدي تحل بأن البداية هناك في المراكز الأولى. الله يا هذا الانطلاق، الله يا هذا الانفراد الكبير، الانفراد الخطير. ولكن لا زالت عمو، لا غناتي، لا زالت غناتي. الله يحبنا الحب عمو، يحبنا العمو، لكنها انطلاقة غناتي بالفعل على المركز الأول من البداية حتى النهاية وحتى هذه اللحظات، وهي كالعادة تسير بانطلاقتي هذا النوع الفريد في سباقات الهجن لهجن العاصفة على المركز الأول. في التضمير حمد بن راشد بن غدير غزلان، هناك لا زالت منافسة لها حتى هذه اللحظات في مشاركة البداية ومشاركة الكادر الأول لهجن الرياسة مع المضمر حمد بن أحمد بن مايد الخيالي. ولكن الظاهر بأن نتيجة هذا الشوط ستتحول لغناتي، ستسير لغناتي لأنها بحثت من البداية عن المركز الأول وسطرت بحروفها
وبأسمائها إلى البداية الأولى. بينما المركز الثالث هجن الرياسة تقدم حربة على المركز الثالث حمد بن أحمد وايد الخيالي. المركز الرابع شودة واصلة، شودة اسمه شيخ سعيد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم وغانم بن مسفر بالقوبع. بينما فترة تحتل المركز الخامس لهجن الرياسة حمد بن أحمد وايد الخيالي. هذه النتيجة، هذه النتيجة، خمسة مراكز أولى و1200 على خط النهاية. وهناك لا زالت غناتي مشاهدينا الأعزاء المسيطرة على ناموس هذا الشوط. غناتي لهجن الرياسة لهجن العاصفة هي المتصدرة، غناتي لهجن العاصفة هي الباحثة حتى هذه اللحظات عن الناموس في هذا الشوط. بعدت المسافة، سارت ورحلت مشاهدينا الكرام، إنها رحلت عن البقية ولكن رحيل أين يبحث بهذا الرحيل؟ أين تسافر؟ إنها تسافر نحو الناموس لتتألق أكيد لمطمش غناتي. أكيد نص العمر فاته، إنها غناتي على المركز الأول. مشكور يا العويسي هناك في المركز الأول بدون منافس على الإطلاق، كانت البداية ولكنها حققت الانتصار، ظلت في بداية هذا الشوط. إنها على شماعة الناموس تحكي عن المركز الأول والصدارة الأولى. نشوف بينها وبين المركز الثاني الفارق الكبير، لكنها صارت حتى اللحظة وهي تتقدم في المركز الأول. مشاهدين الأعزاء هناك البقية وجيش من الحول المحليات الأصايل في المراكز الأخرى، ولكن غناتي تظل وحيدة تغرد على المركز الأول في هذه اللحظات في هذا الأداء المميز والجميل. غناتي على المركز الأول لهجن العاصفة. مشاهدينا الكرام نشوف المركز الأخرى، هناك هل من تقدم؟ هل من جديد؟ وبالفعل الجديد، نحن قادمون شعار يحمل الأخوة المضمرين. الله يا شعار هجن الرئاسة تتقدم فتنة، وصلت فتنة واصلة لهجن الرئاسة احتلت المركز الثاني. بينما غناتي تواصل مشوار النجاح، تواصل مشوار المنافسة القوية، ولكن خلاص فتنة أو غناتي. مشاهدين الكرام حققت الانتصار في هذا الشوط من البداية حتى النهاية وهي تتمسك بناموس هذا الشوط. تهانينا لهجن العاصفة على هذا الفوز والانتصار، تهانينا الواثق حمد بن راشد بن غدير المركز الثاني، حضور من هجن الرئاسة المركز الثالث. هجن الرئاسة قدمت فتنة. المركز الرابع اسمه الشيخ حمدان بن محمد برايد المكتوم. خامس المراكز الشايبة اسمه الشيخ ماجد بن محمد برايد المكتوم، هي من حظت على المركز الخامس. هكذا أيها الحلو الكريم مشاهدين الأعزاء كانت غناتي من البداية حتى النهاية سطرت اسمها في هذا الميدان وفي هذا الشوط ب 12 دقيقة 48 ثانية 46 ثانية وثمان أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجن العاصفة إلى الواثق حمد بن راشد بن غدير. مشاهدين الكرام تهانينا على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني هناك تحقيق انتصار آخر وتواجد آخر من شعار هجن الرئاسة، حيث وصول الهدى في هذه الانطلاقة وفي هذه اللحظات لهجن الرئاسة، واستطاعت أن تحقق الانتصار في هذا الشوط ب 12 دقيقة و 52 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لهجن الرئاسة إلى المضمر عيسى بن سعيد الخيالي. أما المركز الثالث كانت فتنة حاضرة في هذه الانطلاقة وهذه التحديات ب 12 دقيقة و 52 ثانية وسبعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة ولحمد بن احمد بن مايد الخيالي. هكذا ايها الحب الكريم مشاهدينا الاعزاء انتهت فعاليات شوطنا الذي سار امامكم وهو الشوط الانطلق. هكذا ايها الحب الكريم مشاهدينا الاعزاء ينطلق هذا الشوط في هذه اللحظات وانطلاقه هذا التحدي مع الأسماء والمنطلقين. شوط خاص بزمول المحليات الأصايل.